ضايعه معزول ومتفقه على السلام والسته مغزوله. حسين أمين مساعد لجنة فنية في اتحاد الطلبة، ودي كانت جلسة لنادي السينما. نادي السينما بريفلي من تاني، هو جلسة بتتعمل أسبوعيا، بنقعد نتفرج على الفيلم وبعدها بنتناقش فيه والجوانب اللي عجبتنا فيه والفنيات وهكذا. بس الفيلم المرة دي كان فيلم هلأ لوين، ده فيلم لبناني إخراج وبطولة نادين لبكي، هي مخرجة لبنانية كانت بتشتغل في الأول في فيديو كليبس وكده، وبعد كده بدأت تعمل أفلام طويلة زي هلأ لوين وفيلم تاني اسمه سكر بنات تقريبا. الفيلم كان بيتناول في بدايته ضيعة لبنانية بيعيش فيها طوائف كتير، بس هي كانت مركزة على المسلمين والمسيحيين. بعد كده يعني هي عامة الضيعة كانت عايشة في سلام لحد ما بدأ يدخل التلفزيون، ولما دخل التلفزيون بدأت بقى الضيعة دي تتعرف على العالم الخارجي، لأن هي كانت إلى حد ما عايزة توصل إن هي معزولة شوية، فلما دخل التلفزيون بدأت تعرف بره الضيعة بيحصل ايه، وبالتالي ده بيؤدي لمشاكل كتير. فهي كانت بتحاول توصل رسالة طول الفيلم انه الستات لما يعني ممكن لما بيدخلوا في الموضوع بيظبطوه، يعني بعد كل مشهد او بعد كل خناقة الستات تطلع بحل كرياتيف عبقري كده يقوموا ينهوا بقى المشكلة دي كلها، والفيلم بيمشي في الاطار ده الفترة، وبعدين بيخلص على حاجة سريالية جدا، يعني ان الستات بتغير في هويتها، يعني المسلمة تقلب مسيحية، يعني هي مش بتقلب بس هي يعني بتفتعل ده علشان توصل لأهلها طب انا خلاص انا بقيت منهم، هتعمل فيها كده برضو. الإضاءة معتمدة على